الدورة الثانية للمنتدى المغربي الإسباني حول الأمن ومكافحة الإرهاب يوحى الفرصة مثالية للتوقف الجدي لمعاينة يعني مجال التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا في هذا المجال بالغ الحساسية اللي هو مكافحة ومقاومة الإرهاب بمختلف أشكاله. الإرهاب كما تعلمون للأسف الشديد هو ظاهرة تواجه الإنسانية، تواجه مختلف الدول، وتزداد أسئلة مواجهته حدة في منطقة الصحراء والساحل. ومهما كانت جهود الدول منفردة فهي رغم أهميتها تظل محدودة، وبالتالي لابد من المقاربة إقليمية جهوية ودولية للتعاون بين الدول للقضاء على هذه الآفة. المغرب وهذا مفخرة لبلادنا تمكن من إنتاج تجربة فريدة مهمة في مجال مكافحة الإرهاب، ومقاربة المغربية هي مقاربة شمولية متعددة المستويات وتتم في احترام تام للقانون وللشرعية الدولية ولحقوق الإنسان.